أكثر من 3 أسابيع وما زالت الحمم البركانية تدمر كل شيء في طريقها. شلت الحياة في جزيرة لا بالما الأسبانية التي تقع في المحيط الأطلسي وسط دمار هائل أتى على عشرات المنازل والمصانع وهكتارات من الأراضي الزراعية. قوة البركان لم تتراجع. شاهدنا أناساً تضيع ممتلكاتهم وهم ينظرون. ذاكرتهم مسحها البركان في غضون دقائق. هذا الثوران مختلف عن سابقيه، فقوته قبل بضع سنوات كانت بطيئة ومختلفة. لقد كشف طبقات الأرض وأطلق مئات الملايين من الأطنان من الحمم. السلطات الإسبانية أغلقت الشوارع المؤدية لمنطقة تدفق الحمم البركانية وأخلت نحو 800 شخص آخرين من سكان المناطق القريبة، كما حذرت المواطنين من الاقتراب واستنشاق الغازات المضرة الناتجة عن الحرائق وارتطام الحمم بمياه المحيط. كل ذلك لم يمنع السكان هنا من الوقوف لساعات ومشاهدة البركان النشط. هذا هو حال الطبيعة، لا يمكن منعها، فهذا المشهد يجذب الانتباه، لذلك أنا هنا لمراقبته. إنها كارثة، ولكن من ناحية أخرى ما نشهده هو قوة الطبيعة. لا يسعنا سوى مراقبة الحمم وهي تتدفق نحو مياه المحيط. نتمنى أن يستقيم الحال. البعض حزين جدا وآخرون مذهولون لقوة الطبيعة. لم يسجل سقوط قتلى أو جرحى، لكن أكثر من 6000 شخص باتوا بلا مأوى منذ انفجار الحمم البركانية في وسط الجزيرة التي يسكنها نحو 84,000 نسمة. بعد أسابيع على انفجار بركان كومبريفييخا لا صوت يعلو على أصوات انفجارات الحمم البركانية هنا. فسيل الحمم دمر الأخضر واليابس من أعلى قمة الجبل وصولا إلى مياه المحيط الأطلسي، ولا مؤشرات قريبة على توقفه. جياب أبو صفية، سكاي نيوز عربية، جزيرة لا بالما الأسبانية.